وضعت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح وبإشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي خطة شاملة لتطوير قطاع الناشئين، بدأت من الاستعانة بخبير متخصص في هذا السن وهو تشيكيو بروكيتش. خطة طويلة وقصيرة الأمد لتحقيق الاستفادة القصوى من كنز النادي من الناشئين. شملت خطة التطوير مفاهيم عديدة، وقد بدأ جني الثمار بخروج لاعبين صغار السن للإعارة في أندية الدوري للحصول على الخبرات، وبعضهم سوف يذهب إلى أوروبا، وآخرون تم تصعيدهم للفريق الأول وحجزوا أماكنهم مثل أحمد نبيل كوكا. لم ولن يتوقف جني ثمار العمل والاجتهاد والخطط العلمية المدروسة والتي لم تقتصر وتتوقف عن قطاع الناشئين في الأهلي، ولكنها في كل أرجاء وقطاعات النادي، وأيضا في براعم الكرة الذي يحظى بتركيز شديد وعناية خاصة من لجنة التخطيط وخالد بيبو مدير القطاع. اليوم في الأشبال معنا نجوم الأهلي السابقون حسين شكري مدير فني مواليد 2007 وأحمد حسن دروغبا المدرب العام لفريق مواليد 2009 للحديث عن براعم الأهلي ومواهبنا الصغيرة. نجوم بكرة في القلعة الحمراء. أهلا بحضراتكم من جديد. علشان دايما تطمن على مستقبل النادي الأهلي لازم تطمن على الأساس، علشان تبني عمارة وتطلع براحتك كذا دور تطمن على مستقبل النادي الأهلي لازم تطمن على الأساس. النادي الأهلي هو براعم النادي الأهلي. لو عايز تتفرج بقى على المتعة في الكورة والمواهب والمهارات لازم تنزل تتفرج على مدرسة الكورة. مدرسة الكورة ما شاء الله عندنا لعيبة وعندنا مواهب، وأيضا كمان عندنا مدربين عندهم خبرات كبيرة في التعامل مع السن ده، ان السن ده محتاج تعامل خاص. ازاي توصل لولد عنده 9 سنين وعنده 10 سنين وعنده 11 سنة، ازاي توصل لتفكيره علشان تقدر توصل له المعلومة بشكل سهل زي المدرس بالظبط في المدرسة. النهاردة يعني في البداية برحب يعني باتنين مدربين كبار معايا النهاردة في براعم النادي الأهلي. نبتدي بالكابتن حسين شكري، منورنا وشرفنا كابتن حسين. ربنا يعزك، انا بتشرف ان انا موجود مع حضرتك. طبعا كابتن احمد حسن دروكبة. دروكبة مش يا دروكبة صح؟ ولا يهمك. منورنا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن أسامة. طبعا أنا مبسوط إن أنا معاك وبتمنى لك التوفيق مع الكابتن حسين طبعا، وبتمنى التوفيق لكل أسرة البرنامج إن شاء الله. نبتدي بقى كابتن حسين، طمنا في البداية بقى على براعم النادي الأهلي. يعني الحمد لله رب العالمين، دايما مستقبل النادي الأهلي مشرق، عندنا لعيبة ما شاء الله مميزين من كل النواحي الفنية والمهارية، وأنت عارف إن حضرتك برضو إن إحنا في الشغل في النادي الأهلي ما بنشتغلش كوره وبس، احنا بنشتغل دايما الكوره ودايما جنبيها الحاجات كتيره جدا، زي ما طبعا الكابتن كان لما عمل معانا في بدايه الموسم اجتماع وكده كان اكد برضو على العنصر بتاع الولاد في المراحل التعليميه. يعني لازم الولد برضو زي ما بيدي حقه في الملعب وفي الكوره والكلام ده كله لازم يكون ان هو متفوق دراسيا. جانب بقى الحاجات اللي انت عارف حضرتك برضو اللي هي المبادئ بتاعت النادي الاهلي والكلام ده كله، ازاي ان انت بتطيع المدرب، ازاي ان انت بتنام بدري، ازاي ان انت بتحاول ان انت تاكل كويس، ان انت بتلعب في النادي الاهلي انت غير اي حد تاني طبعا، في الولد الصغير. ان انت لازم تكون دايما متفوق حتى في دراستك، حتى في النادي الاهلي ما بيقبلش انت عارف غير المركز الاول سواء صغيرين او كبار. ففي حاجات كتيره جنب الكوره برضو انت بتحاول ان انت تديها للولاد، بحيث ان انت لما بيطلع عندك عنصر زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البدايه ان انت عايز تبني عماره، فلازم الاول ان الاساس بالظبط ان انت تعمل اساس كويس عشان كله وانت طالع تبقى انت مستريح ما عندكش مشكله في حاجه. فالاساس عندنا في النادي الاهلي البراعم لازم يبقوا متاسسين كويس، يبقوا واخدين كل العناصر اللي بتهيئهم ان هم يطلعوا ان شاء الله بامر الله ان هم يبقوا لاعيبه مميزه في الفريق الاول بامر الله. كابتن احمد، اول سنه ليك في التدريب ولا سبق ليك؟ لا انا اشتغلت من 4 سنين كده، اشتغلت في قطاع الناشئين في نادي المقاولين. كنت مسكت 2006 و2003 و2004 كويس. اخدت معاهم بطوله دوري، اخدت برضو بطوله دوليه في اليونان. دي تاني سنه يعتبر مع النادي الاهلي. دي الموسم الثاني ليه؟ الموسم الثاني. اشتغلت قبل كده 2006 و2003 و2004 اعمار سنيه كبيره، لكن الشغل في البراعم الولاد الصغيره مختلف شويه. ايه الاختلاف ما بين السن الكبير والسن الصغير؟
كل طبعا كل سن بيفرق يا كابتن، يعني سن البراعم ده بيبقى صعب شويه ومش وفعلا ما بيبقاش محتاج اي مدرب يعني. انا دايما بقول ان المدرب اللي بيبقى ماسك الاعمار السنيه الصغيره ده بيبقى مدرب كبير، فكره كبير لان هو ده الاساس زي ما احنا ما بنقول. رقم اتنين برضو احنا بنحاول يعني اكتر حاجه بنشتغل عليها ان ازاي نفهم الولد انت بتلعب في النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. فدايما بنضرب امثال بالمدربين الكبار، باللاعيبه الكبيره، باسم النادي الاهلي، ببطولات النادي الاهلي. يعني انت النهارده ممكن مباراه يكون الفريق الاول لعبها بتضرب مثل تاني يوم في التدريب للولد الصغير بقفشه وبعمر السليه وسعد سمير وايمن اشرف. انا عن نفسي يا كابتن لما باجي اكلم ولد بقول له انت مثلا سترايكر، اتفرج على مثلا محمد شريف، اتفرج على مروان، اتفرج على كذا، بلعب مدافع، شوف الناس دي بتتحرك ازاي، شوف الناس دي بتشتغل ازاي، ايه الاخطاء اللي بيقع فيها انت تاني يوم في تمرين، في تقسيمه، في سمول جيم تقدر تشتغل الكلام ده كويس. كابتن حسين عايز ارجع لورا شويه بقى في عمليه الاختيارات، ان عمليه الاختيار دي مهمه وصعبه في نفس الوقت. انت النهارده في الاختبارات او في نص الموسم لما بيجي لك مجموعه وعايز يعني تشوفها عشان تضمها، ايه اللي بيقع مثلا من عينك على الولد ده؟ هل القوه الجسمانيه؟ هل المهاره الشخصيه ممكن تبان في السن ده، السن الصغير ده، ولا لا؟ طبعا في ولاد بيبقى عندهم شخصيه، ومن حسن حظي انا طبعا ان انا ال 2009 وال 2010 وال 2011 بداوا معايا من البدايه. ودول كانوا اللي هم لسه ما بيبقى لهمش زي المهرجانات بتاعه البراعم، فانت اللي دخلت يعني دول اللي بيتاسسوا يعني قبل الدوريات، قبل المهرجانات بالظبط. ودي اصعب مرحله يعني. المراحل اللي بعد كده ممكن يبقى الولد خد شويه اساسيات الكلام ده كله، فبتبدا تبني على حاجات هو خدها قبل كده. كويس. فبالنسبه لي انا كان يعني من حظي الحمد لله رب العالمين يعني، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا ان الثلاث اعمار اللي هم اللي موجودين دول التسعه والعشره والحداشر انا اللي كنت المدير الفني بتاعهم، فدخلوا ودلوقتي ما شاء الله شغالين. حتى احمد كان معاه السنه اللي فاتت تقريبا كان شغال مع ال 2009، فيهم عناصر الحمد لله مميزه. انت كابتن بتاخد لما بتيجي بتبص على الـ على الـ على الولاد في كذا طريقه للانتقاء بتاع الولاد. يعني انت بتبص على المهاره. يعني في مدرسه، يعني هسيبك تكمل النقطه دي، في مدرسه يقول لك اختار الجسم في البراعم عشان اقدر اكسب بيه بطوله وانا اقدر اوظفه واعلمه، وفي واحد يقول لك لا حتى لو الجسم قليل انا باخده ان ده في سن النمو المهاره هتفرق بدل عنده انا من المدرسه الثانيه، مدرسه المهاره. مدرسه المهاره. المهاره والتاسيس، طول ما انت عندك المهاره اللي موجوده، ما هي الكوره ايه؟ الكوره إن لازم تكون الاول يعني نقولها زي بالبلدي كده، لازم تكون بتعرف تلعب كوره. طب لا لو بالجسم وكلام بالظبط، عشان تقدر تبني بعد كده وان انت تقدر ان انت تطور المهاره دي في كل بقى المناحي بتاعتها، سواء خططيه تكتيكيه الكلام ده كله، التاسيس ده كله ان انت تشتغل عليها. انما انا لو خدت جسم قوي دلوقتي، طب ما هو بعدين لما يوصل 16 17 سنه ما القوه دي هتتساوى. واخد بال حضرتك ازاي؟ فاللي هيعيش مين؟ اللي هيعيش اللي عنده المهاره، لانه كده في لسه مرحله نمو وبلوغ والكلام ده كله. لما هتيجي بعد كده اهوت اللي عنده الاساسيات بقى، اللي اتعلم واللي عنده المهاره واللي عنده الفكر. ولا ودايما في الجزئيه ديت حضرتك بتتكلم على الشخصيه. أيوة. الولاد بتبان عليها، لان مش اي حد يجي يلعب في النادي الاهلي ممكن يبقى لعيب كويس. كل اللعيبه على فكره، اللي معظم اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي لعيبه كويسه، مش شرط ان هو مشي ان هو وحش، لا لعيبه كويسه وكل حاجه، بس ممكن ما يبقاش شخصيه النادي الاهلي يستحمل انه المكسب طول الوقت بالظبط، انك في القرارات نفسها، لانك انت كمان في المرحله السنيه دي يا كابتن وانت بتشتغل. في ناس كتيره بتشتغل الشغل العادي، انت لازم تشتغل مع الولاد في السن دوت على ان ازاي وهو بيلعب كوره ان هو يفكر، لازم ان هو على العامل الذهني دوت، ان انت لازم تشتغل على العامل الذهني بتاعه. كل الولاد بتلعب كوره، كل الناس بتلعب كوره، بس مين اللي بيلعب كوره وهو بيفكر؟ ده طبعا، لان دي اللي هتديك بعد كده ان تسهل عليك مرحله التطور بتاع الولد، ان هو بيبقى بيفكر في كل المواقف اللي في الملعب، يبقى هو ذهنه حاضر وبيشتغل ويقدر ان هو يشتغل ويفكر. انت بتدي له اساسيات وفي الاخر خالص بتقول له ايه؟ انت صاحب القرار. صح. بتبني انت شخصيه، لا انت كمان بتبني له الشخصيه بتاعته، بتساعده ان هو يبقى هو صاحب القرار. انت بتدي له حلول، ثلاث اربع حلول، وفي الاخر بتقول له انت اللي هتتصرف مش القرار. دركبة قبل ما بيقولوا لي عايزين نروح فاصل، بس عايز اخد منك اجابه للسؤال ده. الزمن اتغير عن زماننا وزمن الكابتن حسين وقبل كده. دلوقتي السوشيال ميديا بقت خلاص موجوده وشيء واقعي في الحياه.
ازاي بتتعاملوا مع الواد الصغير؟ ممكن تلاقيه دلوقتي عادي متعايش مع السوشيال ميديا وليه فيسبوك وليه تويتر وليه انستجرام في السن الصغير 9 سنين و10 سنين. هل بتوجهه؟ هل بتتكلموا في النقط دي؟ طبعا يا كابتن اكيد لازم طبعا بنتكلم معاهم. هم الاولاد ما شاء الله خلي بالك يعني العقول بتاع الايام ديت تختلف خالص يعني ما شاء الله الاولاد ذكيه جدا. يعني انا بصراحه في بدايه الموسم انا اتفاجئت يعني انا قلت لحضرتك انا اشتغلت في المقاولين فكان في لعيبه وانت بتشرح التمرين لو جمل مركبه او حاجه ممكن ولد ما يستوعبش الكلام لكن دول ما شاء الله يعني فرقه 2009 كانوا 10 سنين كانوا 11 سنه لما تيجي تشرح لولد قبل ما تعمل نموذج احنا دايما وصلت المعلومه احنا الاول يا كابتن كنا بنستنى المدرب يعمل نموذج ينزل الملعب ويعمل النموذج دلوقتي انا والله لو بشرح كده بالكلام الاولاد ما شاء الله بتفهم الكلام وبينفذوا بسرعه جدا كويس. انا كنت بس اعلق على كابتن اسامه كابتن حسين في ثانيه كده كابتن على موضوع السن الاولاد هو الاعمار دي يا كابتن متقلبه يعني ممكن تلاقي ولد السنه دي جسمه ضعيف جدا السنه الجايه تلاقي النمو زاد زائد كمان في اولاد الاجسام بتاعتهم كبيره دول ما بيكملوش في الكوره يعني انت بتحتاجهم لفتره معينه لان البراعم يا كابتن في بتلعب مثلا ملعب بيبقى خماسي السن الاكبر من كده بيبقى 7 وجول فلما يطلع من 18 لل 18 بتلاقي الوضع اتغير بتلاقي الفكر بتاعه اتغير ففي مدربين بتاخد الجسم الكبير ده بتستفاد بيه بس في الملاعب الخماسي والكلام ده لفتره معينه بالظبط لكن بعد كده طبعا انا مع كابتن حسين ان انت تختار الموهبه اللي هتكمل تمام وانا معاكم بتفق معاكم ان الموهبه هي اللي بتستمر بالظبط والمهارات هي اللي بتستمر. عايز اسالكم عن دور بروكيتش بقى المدير الفني الاجنبي وهو ما شاء الله عامل شغل هايل في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اساله بقى عن دوره يعني تقولوا لي دوره كمان في البراعم. هاخد الاجابه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسال ضيوفي يعني عن مايكل بروكيتش المدير الفني الاجنبي ما شاء الله عامل يعني طفره كبيره في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وده كمان يعني شايفينه في النتائج 99 يعني لولا المباراه الفصيله اللي مش عارفين هتتلعب السنه دي ولا السنه الجايه ولا بعد 10 سنين كان النادي الاهلي ياخد البطوله. 2001 حقق البطوله 2003 بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بكره في المباراه اخر مباراه في الدوري ان شاء الله من طلائع الجيش. 2006 حسم البطوله كل البطولات اللي استمرت في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بطولات الجمهوريه النادي الاهلي الحمد لله يعتبر العلامه الكامله. هنسالهم بقى عن براعم النادي الاهلي ودوره كمان مع البراعم من مدرسه الكوره بيكون دور مهم. كابتن حسين دور مايكل بقى مع البراعم بينزل لكم التدريب في توجيهات للمدربين في توجيهات للعيبه الاجتماعات المستمره دايما مع مايكل بروكيتش. لا هو في الحقيقه راجل اولا على المستوى الانساني تعامل باحترام جدا تعامل كويس جدا وبعدين في ميزه كمان ثانيه ان المحاضرات بتاعته يعني انت مش جايب حد مثلا ماسك القطاع الفني للبراعم او للناشئين انت كانك جايب محاضر اجنبي من بره لان احنا كل فتره في محاضرات دايما مع بعض سواء مع القطاع الناشئين فوق او مع البراعم بنقعد مع بعض لو في اسئله لو في حاجات هو جديده هو بيديها لنا طرق اللعب عامل حاجه اسمها المبادئ ان انت ازاي كل فرقه المبادئ ان انت ازاي تبقى التمركز بتاع الاولاد في الملعب ازاي بشكل معين بيبقى بشكل معين الكلام ده كله ان هو يسهل عليك ويسهل على اللعيبه اللي هي اللي موجوده ان انت تلعب فيما معنى الكلام ان كره حديثه يعني كور طرق اللعب والكلام ده هو كمان كان عايز يوحد طرق اللعب على قد ما يقدر في الفترات دلوقتي الحراس عندنا حراس المرمى بيبقوا جزء من اللعب بنحاول ان بيحاول طبعا على قد ما بيقدر ان هو يوصل لنا كل جديد في الكوره او كل حاجه جديده بتتلعب بره او الناشئين بره او القطاعات البراعم بره انها تبقى موجوده في النادي الاهلي. كويس. المحاضرات كمان احنا معظم المدربين كلها اللي موجوده دايما بنشوف فيه لقطات دايما هو بيحضر المدربين بالظبط دي باستمرار المحاضرات دي باستمرار باستمراريه على طول يعني موضوع المحاضرات والكلام ده كله وبعدين ما بيبخلش على حد في حاجه لو حد عطل في اي حاجه او حابب ان هو يستفسر عن اي حاجه دايما مكتبه مفتوح للكل
بقول لحضرتك بيتعامل كمان معامله بيننا وبينه يعني حاجه، ما هو ده مهم جدا، منتهى الرقي بصراحه، الحب والود اللي بيكون موجود بيكون في نتاج في العمل كويس. تحس ان هو من ولاد النادي الاهلي، متربي في النادي الاهلي يعني. التعامل باحترام وبادب والكلام ده كله، المعلومه بهدوء، ما بيتعصبش. حتى احنا لما بنتعصب هو اللي بيكلمنا، لا اهدى. انا يعني سهل علينا في الامور في البدايه خالص، قال لك انا النتائج بالنسبه لي مش مهمه، انا المهم ان انت طرق اللعب والحاجات اللي احنا بنديها للولاد والاستفاده بتاعت الولاد، ان احنا ننشئ ناشئ كويس او برم كويس، ان هو يطلع يفيد النادي الاهلي. ده بالنسبه لي الاهم من اي حاجه ثانيه. كويس، ده بالنسبه للبروكتش كابتن احمد. طب بالنسبه لخالد بيبو بقى، كابتن خالد بيبو عامل دور مهم جدا السنه دي، كمان يعني في نظام في القطاع، في توفير امكانيات كبيره كمان السنه دي لكل فرق قطاع الناشئين النادي الاهلي. كابتن خالد، بالنسبه للقطاع احنا كمدربين يعني اكتر حاجه بنفكر فيها ان احنا نقدر نكون على قد المسؤوليه لكابتن خالد بيبو، لان هو بيثق في المدربين، فطبيعي ان احنا لازم نعمل اي حاجه عشان خاطر الراجل ده. كابتن خالد بصراحه مش مخلي حد محتاج اي حاجه، يعني حتى المدربين اي حد بيحتاج اي حاجه بينزل الملعب. في ميزه يا كابتن، يعني صعبه لما تلاقي رئيس قطاع عارف اللعيبه في البراعم، بيبقى حافظ وعارف مين كويس ومين هيبقى موهبه ومين هيكمل مين مش عارف ايه. فانا اتفاجئت بيها، وكمان الاولاد كلهم يا كابتن، كل البراعم بيحبوا كابتن خالد جدا، بما انه طبعا بصرف النظر عنه قيمه كبيره واسم كبير، لكن الاولاد يا كابتن بيحبوا يشوفوه في الملعب متواجد دايما في ظهر المدربين. اي حد بيبقى محتاج اي حاجه بتطلع تتكلم معاه، بيسمع لك، بيشوف ايه اللي ناقصك. يعني اللي انا شفته الفتره الاخيره ان هو عايزك تشتغل، تبقى شغال مرتاح، تبدا الموسم عايزك تكمل معايا للنهايه، وفي نفس الوقت برضو في حته ان احنا الامكانيات كلها موجوده يا كابتن، كل حاجه متاحه موفر. يعني الاهلي النادي الاهلي موفر كل الامكانيات. انا شايف دلوقتي واحنا بنستعرض دلوقتي، يعني ما شاء الله الملاعب على اعلى مستوى، ادوات التدريب، الشكل العام، الزي الموحد، الدنيا كل حاجه متاحه يا كابتن بصراحه. مكان متاح ليك، كل حاجه مهيئ ليك ان انت تعمل اي حاجه انت عايزها. انا عن نفسي ببقى نازل التمرين مستمتع، يعني اي حاجه اي ادوات، كل الادوات طبعا موجوده، لبس بانتظام، الشكل العام للمدربين للاعبين، فكله ده بصراحه. وفي ميزه كمان يا كابتن، يعني حتى خلي بالك السنه اللي فاتت في اولاد من فريق الشباب بداوا يشاركوا في الفريق الاول، ودي مش يعني مع احترامي بقى لها كتير قوي يا كابتن اسامه. يعني انتوا مبسوطين وانتوا شغالين في القطاع لما تشوفوا لعيبه من القطاع طلعت؟ طبعا يا كابتن، يعني خلي بالك انت واحد من اولاد النادي الاهلي، ومن من الاشبال اللي طلعت وكملت. كان في برضو وائل رياض، في ناس كتير، انا مش عايز انسى حد. فجت فتره كده يا كابتن ما بقاش حد جدا، الخمس ست سنين اللي فاتت الدنيا دي قلت، فبدا كابتن خالد بيشتغل على دي، ان نقدر يطعم النادي الاهلي باللعيبه الشباب، انها تقدر تبقى موجوده. لان خلي بالك يا كابتن اسامه، ما حدش هيعرف قيمه النادي الاهلي غير ولاد النادي الاهلي اللي هم متربيين فيه. خلي بالك برضو ده شيء مهم، لكن هنقول برضو في لعيبه جت النادي الاهلي وقدرت تيشيرت النادي الاهلي وقمه النادي الاهلي. ولو بنتكلم عن الجيل الحالي دلوقتي، شوف ديانج كانه بيلعب في النادي الاهلي، شوف علي معلول، يعني احنا بنضرب بس مثالين. كابتن اسامه اللي بيخش النادي الاهلي بيطبع بطوع النادي الاهلي، طبعا ما بيبقاش العكس. ودي الميزه اللي في النادي الاهلي، والحمد لله ربنا يديمها علينا يعني دايما، ان دي اللي بتخلي النادي الاهلي ان هو مستمر دايما. اللي بيخش حتى لو في حاجه هو بره اتعلمها غلط او حاجه زي كده، اول ما بيخش بتحس ان هو ولد من كابتن خالد. بس عايز اضيف على كابتن دروجبا حاجه، مش في البراعم بقى، في القطاع السنه دي في تواصل اجيال جميل جدا معمول، عمله كابتن خالد ومستر مايكل، ان كل الفرق اللي موجوده بتلاقي الصغير بيطلع مع الكبير. يعني لو هتلاقي ناس من 2001 بالظبط، من 2001 بيلعب مع 99، هتلاقي من 2003 بيلعب مع 2001، هتلاقي من 2006 بيلعب مع 2003. فدي حاجه كل اللعيبه وكل الاجهزه عارفه بعض بالظبط. بالظبط، فدي حاجه كمان بتخلي في الفه اكتر بين اللعيبه وبين بعضها. يعني كل فرقه كان زمان مثلا ممكن يبقى الفرقه دي مختصه بذاتها لوحدها،
لا دلوقتي بقى في دمج بعد الدمج كمان بتاع الفرق اللي اتعمل ان التصعيد دوت ده حاجه مهمه وبيبقى حافز للفرق للولاد اللي هم صغيره ان هو عايز يبقى كويس علشان يتصعد للفرقه الاعلى. طيب عايز يعني هنطلع لفاصل، بس قبل الفاصل اسالك واخد الرد بعد الفاصل، الصعوبات بقى اللي بتقابلكم في المهرجانات، عمليه التسنين، عمليه ولاد، وده موجود ولاد اكبر من اولاد او من لاعبين موجودين، وده بيؤثر على المواهب الموجوده. عايز اشوف يعني مدى الصعوبات اللي بتواجهكم في المهرجانات البراعم، هعرف الرد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حسين، كنت بكلمك بقى عن الصعوبات اللي بتواجهكم في المهرجانات، موضوع التسنين والتزوير. طبعا يعني هو مش تزوير على قد ان تسنين في المهرجانات، بتلاقي ولاد كبيره بتلعب في المهرجانات، اكيد بيكون في لجان منطقه القاهره، لكن ده بيأثر على المواهب اللي موجوده. دي مشكله المشاكل، يعني من اكبر المشاكل اللي انت تقابلها موضوع التسنين والتزوير. هي القصه كلها يعني حتى بعد ما يعني هم حاولوا ان هم يعملوا ان الاول البراعم، انت حضرتك عارف ان كان فيها نتائج وكده، دلوقتي لغوا النتائج والكلام ده كله، بس برغم كده ان لسه لحد دلوقتي ان في فرق كتيره برضو بتعمل القصه دي. وللاسف ان اللي بقى يعمل الكلام ده كله بقت فيها احترافيه، يعني بقت صعبه جدا على الاداريين. احنا عندنا على فكره اداريين مميزين جدا، يعني الناس اللي شغاله عايز برضو اديهم حقهم، الناس الاداريين اللي موجودين كلهم في القطاع، سواء في القطاع الناشئين او في البراعم، بصراحه قايمين بشغلهم على قد على مقدار. يعني انت بتلاقي واحد مثلا ممكن بيروح اسوان او بيروح سوهاج او بيروح عشان يسال على مدرسه بالظبط، عشان يسال على مدرسه ولد طبعا، ويروح له البيت ويروح له المنطقه والكلام ده كله. فانا عايز احييهم برده بصراحه، لان هم برده ليهم دور كبير جدا بيساعدنا برده في الكلام ده كله. بس هي القصه كلها ان في ناس لازم العقليه تتغير او الناس تفهم ان القصه مش قصه ان انت ابنك يبقى مميز دلوقتي. ما هو ابنك ممكن يبقى مميز وهو في 5 وجون و6 وجون و7 وجون والقصه دي كلها. انت بتاخد حق ولد تاني، دي جزئيه وربنا ما يرضاش طبعا بكده، وما تفتكرش ان ربنا لما انت هتعمل حاجه زي كده ان ربنا هيديك، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان هو بقى مميز في السن ده وفي الوقت ده، طب لما يكبر لو هو، هي اسمها مرحله تعليم وتاسيس، لو ما تاسسش وما اتعلمش كويس، او لو انت بدات مع ابنك بحاجه غلط وانت فاكر ان انت لما هو هيكبر ان هو هيبقى مميز او الكلام ده كله، فدي مشكله من المشاكل. ان الناس كتيره فاكره احنا هنكسب النادي الاهلي، احنا هنكسب فلان، احنا هنكسب كذا، احنا هنكسب كذا. هي قصه مش كده، مش مكسب وخساره، على قد ان انا الولد في السن ده بيتعلم. افهم المرحله دي بتاعه ايه. صح، دي كي جي 1. انا بحب دايما اربط الموضوع بتاع البراعم ده بالدراسه، زي الدراسه بالظبط. مظبوط، لازم تاخد حقك في الـ في الـ في الـ من كي جي 1 والمراحل التدريجيه بتاعه التعليم. نفس القصه في المراحل بتاعه الكوره وانت في البراعم، لازم تاخد برضو وقتك علشان تقدر ان انت لما تيجي تبدا ملعب 11 او الملعب القانوني زي ما احنا ما بنقول، بتكون اتعلمت وخدت الاساسات والكلام ده كله، تبدا ان شاء الله ربنا يكرمك وتكمل. كابتن احمد، وحضرتك يعني متولي 2009، السنه اللي فاتت دي السنه اللي انتهت، طمنا بقى 2009 والمواهب الموجوده في فريق 2009. فرقه 2009 كابتن، انا اول ما دخلت النادي وكده واشتغلت مع الاولاد، كان الكابتن حسين طبعا كان هو اللي ماسكهم في بدايه الموسم. فحد كابتن علي الطويل مسك الفرقه بعد كابتن حسين. واول يوم ليا في التمرين بصراحه انا اتفاجئت بالمواهب الموجوده، بالمواهب، ومش واحد ولا اثنين يا كابتن، يعني في الانديه الثانيه ممكن تلاقي مثلا ولد اثنين مميزين في كل فرقه، لكن ما شاء الله في كل فرقه. يعني انا عن نفسي فرقتي مثلا فلا يقل عن 10 11 لاعب ممكن يكونوا لهم مستقبل في الفريق. وجهه نظر، وفي لعيبه كتيره، يعني مش عايز اظلم باقي الناس. كلهم لعيبه كويسه. طالما موجود في النادي الاهلي هو لعيب كويس. طبعا استحاله لعيب يبقى متوسط في الاداء او في حاجه يبقى متواجد، سواء في الاهلي او في اي حته. يعني دلوقتي ما الكوره، اللي بيلعبوا كوره هم اللي يستحقوا اللي هو موجودين في الانديه. لكن انا بتكلم والله يا كابتن، موضوع كابتن حسين، موضوع التسنين لو في وقت. طبعا، لانها حصلت معايا وانا كنت شغال في المقاولين، حصلت معايا. الولد ده كان بيلعب الفرقه لوحده. طبعا الفكر مختلف والقوه مختلفه، كان وبياخد مكان واحد موهوب ممكن يبقى ليه مستقبل. اسامه ده الولد ده، انا جريت وراه وكلمنا حد في الاحوال المدنيه لحد ما اتاكدنا ان الولد ده فعلا مزور، وده احنا خسرنا ماتشين بسببه. يعني طبعا خسرنا ماتشين ساعتها وخدنا البطوله بالستة بونت دول. يعني لما جيت دورنا ورا الولد لقينا الولد يا كابتن
مثلا اكبر من الاولاد بثمان سنين ولا سبع سنين. ما هي دي قضيه للاسف يعني لازم يبقى لها حل يعني. دي مصيبه يا كابتن اسامه. مصيبه طبعا يعني وكارثه. طب انا حاجه عايز اوريكم دلوقتي فيديو لقطه. طول ما اللقطه دي موجوده دايما انا بطمن على براعم الاهلي، بطمن على ناشئين النادي الاهلي، بطمن دايما على النادي الاهلي. لقطه يعني من حوالي 20 سنه. طب ما تيجوا نشوف اللقطه. يعني بالغرور عمرنا 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 في حياتنا ما خسرنا دوره. احنا زعلانين وصعبان علينا النادي الاهلي، النادي الاهلي ادينا كل حاجه لكن احنا قصرنا في حقه. بالله يعني بالغرور عمرنا 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 في حياتنا ما خسرنا دوره. احنا زعلانين وصعبان علينا النادي الاهلي، النادي الاهلي ادينا كل حاجه لكن احنا قصرنا في حقه. اللقطه دي كانت لبراعم النادي الاهلي في احدى المهرجانات، كانت في نادي الصيد، المهرجان اللي بيتعمل دايما كل سنه في الموسم. والنادي الاهلي وقتها براعم النادي الاهلي حققوا المركز الثالث في بطولة ودية. يعني طول ما بشوف اللقطة دي وبكاء اللعيبة الصغيرة وحبهم للنادي الأهلي وحرصهم، الحاجات اللي الكابتن حسين وكابتن أحمد بيقولها دايما، بنعلم الولد الصغير قيمة النادي الأهلي، قيمة النادي الأهلي، ودايما النادي الأهلي في المركز الأول. بقول لحضرتك بقى حاجة صغيرة. السنة اللي فاتت كان معايا 2010 كسبانين 12 ماتش وبنلعب الماتش ال 13 كان تقريبا مع المصرية للاتصالات، تعادلنا 1-1 وأنت بتتعادل. ده اللي حصل. اللعيبة برضه نفس الوضع. لا نفس اللي حصل ده كده بالظبط، وخدتهم على جنب وهديتهم اتعادلنا، احنا ما خسرناش. انا بقول لحضرتك احنا كسبانين 12 ماتش او 13 ماتش متواصلين، 2010 موجودين، حضرتك ممكن تتاكد من الكلام ده. اتعادلنا ماتش 1-1 مع الاتصالات. والكوره مش عايزه يعني، عارف انت اليوم اللي هو مش يومك والكوره مش عايزه تخش والكلام والعارضه وخرجوا الولاد، نفس القصه كده. شافك تاثرت باللقطه دي من 20 بصراحه جدا. لقطة مهمة جدا. اسلام عادل يا كابتن ده يعني من ابناء النادي الاهلي، وهو حاليا في القطاع في قطاع نادي مصر المقص حاليا. المقص شغال في الجهاز الفني. انا قلت لك يا كابتن، اللاعب لازم بيبقى عارف، المدرب لازم يعرف اللاعب قيمة النادي وقيمة النادي الاهلي. وخلي بالك يا كابتن اسامة، الاولاد هم عارفين قيمة النادي، يعني حتى لو من غير ما نتكلم او حاجة، الولد عنده غير على التيشيرت. انا اشتغلت في الاكاديميه يا كابتن في زايد مع كابتن امير عبد الحميد. لما كنا بنشارك بنلعب الاكاديميات الثانيه كنا دايما نكلم الاولاد احنا النادي الاهلي، يعني شايف اكاديميه ما اعتقدش ان في اكاديميه اصلا تفكر ان انت معروفه، معظم الاكاديميات بتبقى بيزنس والكلام ده، لكن انت لما تبقى في اكاديميه وبتفهم الولد ان برضو انت تلعب في النادي، تلعب في النادي الاهلي انت لابس تيشيرت النادي الاهلي، فدي مش قليله طبعا. اخيرا كابتن حسين، علشان وقت برنامجنا، كلمه منك لعيبه النادي الاهلي، عندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه مع نهضه بركان، مباراه السوبر الافريقي. طبعا زي ملايين الاهلاويه اللي موجودين بنتمنى ان شاء الله التوفيق، عارفين طبعا الضغوطات وتلاحم الماتشات والارهاق اللي هم فيه، وان هم خارجين من جنوب افريقيا عشان ينزلوا ترانزيت في اسوان عشان يروحوا الدوحه، الكلام ده كله. بس طبعا انت عارف ان، وانت اكيد يعني لعبت برضو عارف النادي الاهلي، كل المبررات دي وكل الكلام ده كله ما بيفرقش، وهم زي ما احنا عارفين ان الكلام دوت ما بيفرقش مع الـ مع الـ مع اللعيبه او الجهاز بتاع النادي الاهلي. نتمنى لهم ان شاء الله بامر الله التوفيق، وان ربنا يبقى ميسر لهم الامور ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله البطوله بتاعه الرجاله بتاعه النادي الاهلي، ويقدروا ان هم يجيبوا كاس السوبر ويكملوا، وان شاء الله هناخد بطوله افريقيا بامر الله رغم الظروف الصعبه اللي بيمر بيها الفريق السنه دي. طبعا ظروف ما بيمرش بيها اي فريق في العالم. لا صعب جدا ان انت تلعب كل 3 4 ايام على فترات كمان طويله، مش يعني مش يا دوب مثلا فتره قصيره وخلاص. لا احنا بقى لنا فتره طويله جدا بنلعب كل 72 ساعه. فده يعني حاجه الله يكون في عون اللعيبه والجهاز اللي موجود. ربنا يوفقهم ان شاء الله. كابتن احمد انت شاركت قبل كده في السوبر الافريقي؟ خدنا كان 2009 كابتن، كان اخر بطوله ليا خدتها مع النادي الاهلي، وشاركت انا في المباراه ده. كان كنا بنلعب نادي الصفاقس التونسي، كسبنا 2-1، كان في لافيو المكسب. كلمه منك بقى لعيبه النادي الاهلي طبعا بتمنى التوفيق طبعا، وبتمنى التوفيق لكل اللعيبه وللجهاز الفني، وان شاء الله طبعا زي ما حضرتك عارف وحضرتك خدت بطولات كتير طبعا وشاركت في اللحظات ديت، لعيبه النادي الاهلي بتبقى دايما بتلعب على البطوله. هم عندهم بما في الكفايه وعارفين ان دي بطوله كبيره وبطوله غاليه، وبتمنى التوفيق طبعا. والنادي الاهلي بصراحه اخر المباراه ما حدش يقلق، لان المباراتين صن داونز النادي الاهلي ادى بشكل كويس، خاصه المباراه الثانيه. ان شاء الله يبقى يوم النادي الاهلي وتوفيق للنادي الاهلي. شرفتنا ونورتنا كابتن احمد. ربنا يخليك يا كابتن اسامه. شرفتنا ونورتنا كابتن حسين. شكرا، ربنا يعزك كابتن اسامه.
بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بشكر ضيوفي اللي كانوا مشرفيني ومنورين النهارده في برنامج الاشبال، الكابتن حسين شكري والكابتن احمد حسن دركبه. كل التوفيق ان شاء الله للاعبي النادي الاهلي يوم الجمعه، يقدروا يكسبوا ان شاء الله. كل التوفيق ليهم امام نهضه بركان في مباراه صعبه، نتمنى فيها التوفيق للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من برنامج الاشبال. شكرا والى اللقاء.